السلام الله عليكم صديقاتي وحبيبات قلبي، وش راكم؟ وش احوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديوهات في تمام الصحه والعافيه يا رب. وصفتنا النهار اليوم، نظرا للغلاء الفاحش اللي راه، قررت نخدمه كل حاجه في الدار، يعني نخدمه الكراميل، نخدمه العسيله، نخدمه كل حاجه في دارنا، ونقصوا مصروف على روحنا. وصفتنا للنهار اليوم كريم كراميل ولا توفيا كراميل، كيما دي نشروها من المحلات ولا احسن، وبابسط ابسط المكونات، يعني ما فيها لا كريم فريش لا حليب لا شوكولا بيضه لا والو، يعني بمكونات جد جد بسيطه. شوفوا القوام راهو قدامكم بنات، يعني ما شاء الله والله العظيم ما كاين يعني حتى فرق بينها وبين توفيا اللي نشروها. وبكاس سكر يعني تخرجوا كميه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. شوفوا هذاك القوام، بسم الله ما شاء الله، يعني هكذا راهي تشهي. شوفوا شوفوا هذاك البريق وهذاك اللمعان ما شاء الله. طوش عليكم اكثر من هكذا خياتي، خليكم مع الفيديو تشوفوا المراحل والتفاصيل، ونلتقي بعد حين وما تروحوش بعيد. بسم الله على بركة الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. المقادير ديالنا راح يكونوا كالآتي. انا هنا عندي كاس سكر وكاس ماء، توجور كمية سكر راح تكون هي يعني نفسها كمية الماء، يعني تعبروا بالكاس ولا بالبول ولا بالبيدون، المهم نفس كمية السكر راح تكون نفسها كمية الماء. عندي مغيرفة مارغرين ماشي معمرة، مغيرفة تاع مايزينا تكون معمرة مليح. عندي رشة صغيرة تاع ملح، وعندي عطر الكراميل بدون إطالة. نجوزو لطريقة التحضير. نجيب مقلة ولا كسرونة، المهم حاجة يعني تكون فريمون ثقيلة، نحط فيها هذاك الكاس تاع السكر، نحاول يعني هكذا نوزعو توزيع منتظم، ونحرك هكذا هذيك المقلة ديالي بلا ما نمسها يعني بالمغرفة نهائيا، نخليها يعني فوق النار. وريد لكم النار بلي راهي فريمون قليلة، ونخليها فوق النار حتى وين نشوفها السكر ديالي بدا يدوب. كي نشوف السكر ديالي هكذا يعني بدا يتكرمل، باش نجي نخلطو بالمغرفة اللي لازم تكون يعني هكذا مغرفة عود ولا مغرفة تاع السيليكون، حاولوا يعني ما تقيسوهاش بالمغرفة تاع الحديد. نخلطها هكذا شوية، كي نشوف السكر ديالي داب معايا تماما، يعني ما يبقاوش هذوك الحبيبات تاع السكر، باسكو كان يبقاو هذوك الحبيبات تاع السكر وما يدوبوش معكم تماما، كراميل ديالكم مش راح تجي بيان ليس، حتجي محببه. كي يدوب معايا مليح مليح هذاك السكر توجور على نار قليله، نحط هذيك المغرفه تاع المارغرين ونحركها هكذا مليح مليح، يعني حتى وين تتجانس مع الخليط ديالي مليح مليح. نجيب هذاك الكاس تاع الماء وانا نفرغ الثلث أرباع، ونخلي الربع منه دوك نقول لكم علاش. فوالا هكذا ونبقى نحرك فيها، غير تحطوا لها داك الماء راح تتكتل معكم ما تخافوا ما والو، مع التحريك المستمر هكذا راح يدوبوا كامل هذوك التكتلات اللي راكم تشوفوا فيها. نبقى هكذا نحرك نحرك يعني حتى وين نشوف الصوص كراميل ديالي ولات صافيه، يعني ما فيها حتى تكتل. فوالا هكذا البنات. ومن بعد هذاك الربع كاس تاع الماء اللي خليناه، ندير فيه مغرفه تاع مايزينا تكون بيان بومبي، يعني معمره مليح، نفرغها على الصوص كراميل ديالي ومع التحريك المستمر بيان سور. كي نفرغها البنات لازم يكونوا هذوك التكتلات دابو تماما، يعني الصوص كراميل ديالي تكون صافيه. نفرغها ونبقى نحرك هكذا. ومن لهنا راح لي المقطع البنات، حطيت رشه ملح صغيره. ونزيد لكم حاجه برك البنات، عطر الكراميل لازم تضيفوه، انا يعني والله غير لقيتها بيريمي ما قدرتش يعني نضيفها هكذا، وكنت ديجا بديت نصور ما كاش كيفاش. لازم تحطوا مغرفة تاع القهوة من عطر الكراميل باش الكراميل ديالكم تجي بنينة وتجي فريمون فيها الذوق تاع الكراميل اللي نشروها من برا. شوفوا هكذا نبقى مع التحريك المستمر نحرك 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 فيها، ما تتقلقوش عليها خياتي، توجور رانا على نار قليلة، راح تاخذ معاكم واحد زوج دقائق زوج دقائق ونص باش توصلوا لهاد القوام، حتى تتشرب كامل هذوك السوائل باش تختار معاكم هكذا، يعني راح تبقاو توجور تحركوا فيها هكذا باش ما تتكتلش معاكم. فوالا شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، شوفوا ما شاء الله كيفاش تقالت معنا. اللي تحبها بيان سور ما تكونش ثقيله كيما اللي درتها انا، المغرفه تاع المايزينا ديالها ما تعمرهاش مليح مليح، تعمرها يعني مليحه ماشي لازم تكون بومبي. اللي تحبها اتقد دير مغرفه ونص، يعني انا عطيت لكم كل الاقتراحات وانتم ما ديروش يخرج عليكم. هكذا راح نطفي عليها النار، وراح نحطها لهنا في بول فوالا، ونجي نضربها بالميكسر. نزيد ناكد لكم خياتي
نقطة مهمة يا البنات، عطر الكراميل لازم تعرفوني، نحب نوصل لكم الوصفة يعني بحذافيرها. شي كي تخدموها تقولوا لي ما جاتش بنينه ولا ام سيدو يعني عطيتينا وصفة عيانة. انا نحب يعني مصداقيتي في وصفاتي هي تاج على راسي كيما نقولوا. العطر الكراميل لازم تحطوا مغرفة صغيرة تاع القهوة عطر الكراميل باش يعطي لها ديك البنة ما شاء الله. شوفوا البنات انا كي راني نميكسي فيها، شوفوا كيفاش بدا يتغير اللون ديالها ما شاء الله، وبدات تتقال معايا تخي تخي بيان. انا لهنا بدلت البول الاخر جاني بزاف كبير يعني ما قدرتش نميكسي فيه مليح مليح. شوفوا هذاك القوام هذيك لاكولا اللي تحصلت عليها ما شاء الله. نبقى هكذا توجور نميكسي فيها واحد 3 4 دقائق يعني حتى نضمن باللي ولات ليس وتقالت معايا بالطبع وتغير كامل اللون ديالها. فوالا خياتي شوفوا بعد ما كملت يعني ميكسيتها شوفوا هذاك القوام ما شاء الله. لهنا مازال ما بردتش يعني معايا نهائيا، راهي مازال سخونه وراهي ثقيله ما شاء الله عليها. شوفوا 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 زيدوا اشتروا الكراميل منها اليوم، كاين عده وصفات البنات بالكراميل، كاين بالحليب كاين بالشوكولا بلون كاين بالكريم فريش. انا علاش خيرت لكم هذه الوصفه تاع الكراميل بالماء؟ بروميرمون اقتصاديه، وثانيا قد ما تقعد معاكم مش راح تفسد، تقعد شهور وشهور في الفريجيدار ولا في الثلاجه ما يصرى لها حتى حاجه. كي تجوا تستعملوها خياتي حطوها في حمام مائي ولا في حمام مريم، راح تدفى معاكم وراح تطلق روحها وراح تولي كيما خدمتوها يعني في الدقيقه الاولى. شوفوا البنات هذاك القوام بعد ما باتت ليله كامله برا، انا ما خليتهاش في الفريجيدار خليتها برا يعني. شوفوا هذاك القوام شوفوا كيفاش تقالت يعني ما شاء الله عليها. انا حبيتها البنات هكذا ثقيله باسكو راح نستعملها يعني في حشوات في الكاطو ديالي، راح نحشي بها الكاطو وراح نزين بها اللي تحب يعني باش تخلط بها لي فخس ديالها تقدر تخففها على هكذا ولا يعني تنقص في الكميه تاع المايزينا. في عود اللي دير مغرفه بيان بومبي كيما درتها انايا، دير مغرفه معمره يعني عادي. هذه كانت وصفتنا النهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت رضاكم ونالت اعجابكم وتطبقوها وتنوروني بتطبيقاتكم في جروبي على الفيسبوك مطبخ ام سيدو وتكثروا لي دعاوي الخير. الى وصفه قادمه وطبق قادم، خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام.